عمرك، شوف الطبيلات هاي من 2015 شاري البيوت. هل سعادة الوزير، احنا ما بعد نقول سعادة الوزير، حق سمو ولي العهد رئيس الوزراء يرضيك طال عمرك على سعر، طال عمرك بعد مو بهالكذا. شوف البيوت شلون خلايا، فوق الألف وشي بيت خلايا. انا لو ما اعطي المواطنين مو باوله من 100 دينار اللي اصرف عليه من خمس من 2015 ليومش، هذه البيوت طال عمرك تشوف فيهم ترميم يسوون لهم ومشلخين. شوفوا هم حل البيوت، شوفوهم شلون حالاتهم. شوف هذه الطبيله شلون الباب مبطل، روح مشي الشري تشوفي. الحين براويش البيوت طال عمرك تشوفي يا ام محمد، الحين طال عمرك تشوفين كلهم الطبيلات، تشوفيهم كلهم هاي الطبيلات مفتشه. هل سعاده الوزير عنده خبر بهاي الامور؟ هل معقوله وزاره حكوميه تشتري بيوت من 2015 مصككه؟ كلهم شوفي الطبيلات كلهم روحي. انا بعرف بس رد من وزاره الاسكان، كم كلفهم الصيانه اللي بيسوونها حق البيوت؟ شوفي الطبيلات شلون. روح راونا البيت الثاني بعد، روح طوف الصور طال عمرك، في صور ثانيه طوفهم، طوف بعد هذه بعد، روح طال عمرك روح في صوره ثانيه براويش اللون اللي عارضينهم الحين اللي في خيمه طال عمرك. هاي مره ثانيه بس بنجيب لنا فيديو بروحنا من شقه. يعني اعتقد انه وضحت الرؤيه والفكره، الا اذا كان في شيء معين تريد ان تضيف. بس محمد بس، لان الفيديو شافوه الظاهر طال عمرك اللي في الفخ اكبر من العصفور. لا سلامتك الله يسلمك، ترى اعتقد انه في خلل فني كان، ولكن لله الحمد لا اشتغل بس والفكره بس وصلت ووضحت. اكتفي طال عمرك، شكرا جزيلا. سعادة الوزير، سعادة وزير الاسكان تفضل. معالي الرئيس، تأكيدا لمبدأ التعاون بين السلطتين حرصنا على أن تكون الإجابة إجابة وزارة الإسكان لسعادة النائب خالد بوعنق واضحة ومباشرة، وبالتالي أكتفي بالرد.